أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين، وللفرائض مؤدين، وللصلاة حافظين، وللزكاة فاعلين، ولما عندك طالبين، وليفرك راجل بالهدى متمسكين، وعن الله مؤمنين، وفي الدنيا زاهدين، وفي الآخرة راغبين، بالقضاء راضين، وللنعمة شاكرين، وعلى البلاء صابرين، وتحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة السائرين، وإلى الأرض واردين، وإلى الجنة داخلين، ومن النار ناجين، ولا سبيل الكرامة قاعدين، من حور عين متزوجين، ومن زندس وإستبرق ودباج متلبسين، ومن طعام الجنة آكلين، ومن لبن وانسر مصفى شاربين، بأكواب وأباريق وكأس من معين، ما الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.